إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتزورني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وفي المصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وذريتي وشيعتي